السلام عليكم أعزائي عزيزاتي، أتمنى أن تكونوا جميعا بألف خير. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى درسا جديدا من مادة الرياضيات. سنرى درس التناسبية. مستعدون؟ إذا لنبدأ. إذا أول شيء سنتطرق إليه في الدرس هو جدول التناسبية. سوف نتعلم كيف نملأ جدول التناسبية، وسنتعلم أيضا إذا ما كان جدول التناسبية يحقق التناسبية أو لا يحققها. إذا لاحظوا معي الجدول التالي. لدينا جدول يتكون من مدخلين. المدخل الأول هو طول ضلع المربع، والمدخل الثاني هو المحيط، أي طبعا محيط المربع بما أننا نتكلم على مربع. إذا السؤال المطروح هنا هو كيف يتم الانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني؟ لاحظوا معي جيدا، كيف انتقلنا من 1 إلى 4، ومن 2 إلى 8، من 3 إلى 12، من 4 إلى 16، ومن 5 إلى 20؟ نعم، 1 ضرب 4 4، 2 ضرب 4 8، 3 ضرب 4 12، 4 ضرب 4 16، و5 ضرب 4 20. إذا ماذا نلاحظ؟ جميع أعداد السطر الأول ضربناها في 4. إذا 4 هنا هو ما نسميه بمعامل التناسب. إذا تذكروا جيدا أنه تكون معطيات جدول تحقق وضعية التناسبية إذا كانت جميع أعداد أحد السطرين نحصل عليها بضرب جميع أعداد السطر الآخر في نفس العدد، وهذا العدد هو ما يسمى بمعامل التناسبية. لاحظوا معي مثال آخر. لاحظوا كيف انتقلنا من 7 إلى 21. نعم، ضربنا 7 في 3 حصلنا على 21. كيف انتقلنا من 4 إلى 12؟ نفس الشيء، ضربنا 4 في 3، 4 ضرب 3 12. هنا أيضا بالنسبة لخمسة فاصلة أربعة ضربناها في 3 حصلنا على 16.2، 11 ضرب 3 33، 2.5 ضرب 3 تعطينا 7.5. إذا معامل التناسب بالنسبة لهذا الجدول هو 3، معامل تناسبية هو 3. نسمي العدد 3 معامل تناسب. ننتقل الآن إلى مبيان التناسبية. لاحظوا جيدا المبيان الآتي. ماذا تلاحظون في هذا المبيان؟ نلاحظ أن جميع نقطه مستقيمية مع أصل المعلم. ماذا نقول إذن؟ نقول إذن أن هذا المبيان يحقق وضعية التناسبية. لاحظوا معي مثال آخر. لاحظوا هذا المبيان. ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن نقاطه ليست مستقيمية مع أصل المعلم. نقول إذن أن هذا المبيان لا يحقق وضعية التناسبية.
خلاصة. نتعرف على التناسب من خلال المبيان عندما تكون جميع النقط مستقيمية مع أصل المعلم. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.